يعلق سكان العاصمة عدن الآمال على الأعمال الجارية والمتمثلة بتركيب محطة الطاقة الشمسية التي قدمتها دولة الإمارات العربية الشقيقة والمقدرة ب120 ميجاوات. ومع تواصل العمل في بناء المحطة يتفاءل المواطنون بما يخفف معاناتهم التي لا تزول بعد فقدانهم الأمل بالمشاريع المؤقتة والحلول الترقيعية وغياب المشاريع الاستراتيجية والمستدامة في قطاع الكهرباء. 120 ميجا وات هو مشروع كبير نسبيا بالنسبة للطاقة الشمسية، وزي ما أنتم شايفين تقريبا مساحة المشروع ما يقارب 1,500,000 متر مربع. مشروع كبير، وعدد الخلايا الشمسية المستخدمة فيه بمئات الآلاف، بالتالي توفير الانبعاثات الكربون راح تكون جيدة نسبيا. عدا عن هيك الصحة المهنية للموظفين وحتى للمجتمع المحلي. العمل بالمحطة يمضي بوتيرة عالية بجهود مبذولة من وزارة الكهرباء والسلطة المحلية، إضافة إلى الاهتمام الذي يوليه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أبو زرع المحرمي وتوجيهه بتشكيل فريق متابعة لإنجاز العمل وكذا تذليل الصعوبات كي يتحول المشروع الإماراتي إلى واقع يلتمسه المواطن، إذ تم الانتهاء من الأعمال الميدانية ويجري العمل على عمل القواعد الخرسانية التي تحمل الألواح الشمسية. نحن الآن في مرحلة صب البوستات قواعد الخلايا الشمسية، شغالين حاليا مع الشباب بالأيادي العامة اليمنية، شغالين في تدريبهم على تنفيذ الأعمال في أفضل وجه ممكن. الحمد لله يعني في تجاوب وسهولة التعليم ممتازة جدا، وفي تعاون من قبل المقاولين والمشرفين. الآن احنا في مرحلة تنفيذ المشروع، تم وضع البرامج والخطط الزمنية، ونحن الآن في صوب تنفيذها على أرض الواقع، والحمد لله كله يتم الآن حسب الخطط الموضوعة وعلى أكمل وجه ضمن الجودة المطلوبة وتحت إشراف كادر هندسي من قبل مهندسين إلكتروميكا وكافة الكوادر المتوفرة لدينا. المحطة تعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في البلاد، إذ سيعطي دفعة هائلة لقطاع الطاقة وسيخفف تكاليف التشغيل والحاجة إلى الوقود، كما سيؤسس لمشروع استراتيجي ومستدام. يعد مشروع الطاقة الشمسية من المشاريع الاستراتيجية للطاقة المتجددة والنظيفة، وأحد الحلول والمعالجات التي تحتاجها المدينة للتخلص من ثقب الكهرباء الأسود، كما أنه يمثل حلقة في سلسلة متواصلة من الدعم الإماراتي الذي تبذله إلى جانب البسطاء والمطحونين في هذه الظروف العصيبة. صالح حنش، الغد والمشرق، عدن.